الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإن من ميادين تربية النفس أيها الإخوة تربيتها على الجد في طاعة الله تعالى، والجد نقيض الهزل وهو الاجتهاد في الأمور. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا جد في السير جمع، أي اهتم به وأسرع فيه. ويقال جد فلان في أمره إذا كان ذا حقيقة ومضى. فمعاني الجد إذن والجدية تدور على الاجتهاد في الأمر والمبالغة في تحقيقه والاهتمام به والإسراع في إنجازه. وهذا الجد من الأمور اللازمة لكل إنسان يريد أن يسير سيرا مربحا إلى الله عز وجل. اجتهاد في الأمر واهتمام ومبالغة في تحقيقه وبذل للطاقة والوسع، إنه مخالف للتردد والقعود والتواني والكسل. والله سبحانه وتعالى قد ندبنا إلى المسارعة في الخيرات. هذه المسارعة التي تقتضي الجد في العمل لأجل الله عز وجل، والإنسان يحتاج إلى الجد كثيرا، لأن العمر قصير واللبس يسير. إذا أنت لم تزرع وأبصرت حاصدا ندمت على التفريط في زمن البذل. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي أصحابه بقوله: بادروا بالأعمال، اعملوا قبل أن لا تستطيعوا أن تعملوا، إما أن تقوم الساعة أو تأتي الفتن أو تعرض العوارض كالمرض وغيره. والجد من صفات أهل الإيمان وأولياء الرحمن الذين امتدحهم الله بقوله: أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. قال القرطبي رحمه الله: يسارعون في الخيرات أي الطاعات كي ينالوا أعلى الدرجات والغرفات. يسارعون يعني يكونون سراعا إليه، وهم لها سابقون أي يسبقون إلى أوقاتها، فيعملون العمل الصالح في أول وقته مبادرة منهم إلى طاعة الله تعالى وحبا للتقرب إليه والاستعجال في عبادته على الوجه الذي يرضيه، وعجلت إليك ربي لترضى. وأيضا فإننا نعلم أيها الإخوة أن الواجبات أكثر من الأوقات، وإذا لم يكن عندنا جد في العمل فمتى سننجز ما هو مطلوب منا؟ والواجبات أكثر من الأوقات، والأوقات تحتاج إلى استثمار صحيح حتى نؤدي فيها أماناتنا ونقوم فيها بمسؤولياتنا. إن هناك أناسا أعرضوا عن الجد واشتغلوا بالهزل واستعذبوا القعود وأطالوا النوم وتوسعوا في المباحات، فصار أمرهم في تباب وخسار. والنبي عليه الصلاة والسلام يوقظنا بأمور تنبه الكسلان والغافل: يا أمة محمد لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. والجد أيها الإخوة يفتح مجال الطاقات الحديثة في النفس لكي تعمل. إذا وضع الإنسان نفسه في مجال وجو الجد اشتغلت وعملت. إني رأيت وقوف الماء يفسده، إن ساح طاب وإن لم يدري لم يطب، كما قال الشافعي رحمه الله: إني رأيت وقوف الماء يفسده، إن ساح طاب وإن لم يدري لم يطب.
فالإنسان إذا تكاسل وتوانى وتوقف يصبح كالماء الآسن، وإذا عمل واشتغل وجرى كالماء الجاري في الأعمال، جرى في الأعمال كالماء الجاري طاب، هو نفسه معدن الإنسان نفسه يطيب، يصبح طيبا بالجد والعمل. ولذلك لما نتكلم عن تربية النفس نقول الجدية أو الجد، الجد مهم هنا لكي لا تتعفن هذه النفس ولا تكون في حال العجز والكسل الذي يريدها المهالك. ثم يا أخوان، الإنسان عمره مراحل، والشاب إذا كان في وقت الشباب والعنفوان والقوة لا يجد ويعمل بقوة، فمتى سيعمل إذن؟ نعمتان مغمون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وقال بعضهم يوصي الشباب: يا معشر الشباب، جدوا قبل أن تبلغوا مبلغي فتضعفوا وتقصروا كما ضعفت وقصرت. فإذا إذا صار الإنسان متقدما في السن فلا تكون عنده القوة اللازمة للقيام بكثير من الأعمال. ثم إن الإنسان كلما جد اقترب من الله أكثر، وكلما اقترب من الله أكثر ارتفعت درجته عند الله. لا زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببت كنت سمعه الذي يسمع به الحديث. ثم يا إخوان، هذا دين وهو متين ويحتاج إلى قوة لحمله. خذوا ما أتيناكم بقوة، والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. يمسكون بالكتاب، مستمسكون به، عاملون به، حريصون عليه، جادون في تطبيقه. يا يحيى خذ الكتاب بقوة. قال السعدي رحمه الله: بجد واجتهاد في حفظ معناه، في حفظ ألفاظه وفهم معناه والعمل به. فإذا الله عز وجل أمرنا بالجد كما أمر من قبلنا وقال: خذوا ما أتيناكم بقوة، أي بجد واجتهاد. فلا بد من المبادرة والعمل والتحذير البالغ من التفريط والإهمال والكسل، لأن الندم هو العاقبة. قال الله عز وجل: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك، كلا وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. والنبي عليه الصلاة والسلام حثنا على الجد بقوله: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، لا تعجز، عندك قدرة اشتغل اعمل، لا تقعد ولا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله أو قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. أيها الإخوة، إن المؤمن القوي الجاد لا يعجز ويترك العمل، بل يغتنم ساعات عمره في طاعة الله تعالى. والله عز وجل فتح لنا أبواب أجر كثيرة، ليست أبواب الخيرات محدودة قليلة في الدين أبدا، في أبواب خير عظيمة كثيرة جدا. ولو اطلع الواحد على أي كتاب من كتب الترغيب، مثلا كتب الترغيب التي ألفها العلماء، لوجد أبوابا كثيرة في الخير. وهذا من رحمة الله أنه فتح لنا أبواب متعددة وكثيرة في الخير وقال اعملوا اعملوا. ولا شك أن الإنسان المسلم سيحتسب الأجر في عمله مهما كان قليلا، وينوع في الطاعات
ومن أكره الصور أن يوجد الواحد كما قال عمر رضي الله عنه سبهللا، إني لأكره أن أرى أحدكم سبهللا أي فارغا، لا في عمل الدنيا ولا في عمل الآخرة. فأشر شيء في العالم البطالة، أشر شيء في العالم البطالة كما ذكر عمر رضي الله عنه. وذلك لأن الإنسان إذا تعطل عن الاشتغال، إذا تعطل عن الاشتغال بأمور انتفعه في الدنيا أو في الدين فماذا سيحدث؟ هذا شيء، هذا إنسان غير مفيد ولا يستفاد منه، لا هو يعمل لمصلحة نفسه ولا يفيد الآخرين بشيء. وينبغي أن يكون الجد في أمور الدين مقدما على الجد في أمور الدنيا. والله سبحانه وتعالى قد أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالجد والعمل، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين، وحياة إبراهيم عليه السلام عمل، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت. ولا شك أن الجاد سيحصل له من الخير العظيم والارتقاء ما لا يحصل للكسلان المتواني، وهذا واضح. إن رجلا أيها الإخوة من الجادين لما سمع الملأ يأتمرون بموسى عليه السلام ليقتلوه ماذا فعل؟ جاء من أقصى المدينة، جاء من مسافة بعيدة. هل جاء موسى يمشي على مهل؟ كلا، يسعى يسعى يشتد في السير ناصحا ومحذرا لموسى عليه السلام. وتحولت العاطفة إلى خطة وعمل، أخرج إني لك من الناصحين. فالآن هو حذره فقال إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك. طيب هل اكتفى بالتحذير ونقل الخبر؟ كلا، وإنما أرفق ذلك بنصيحة عملية. الحل الآن يا موسى أن تخرج، فاخرج إني لك من الناصحين. وموسى عليه السلام ما قال أروح وودع أهلي وسلم على أصحابي وأجمع عفشي ومتاعي، فخرج منها مباشرة وعمل بالتحذير. والجد أيها الإخوة له ميادين كثيرة، فمن ذلك الجد في طلب العلم، والجد في هذا يقتضي حضور الحلق والتبكير إليها والمواظبة عليها والمصابرة النفس. النفس تريد الانطلاق، تحب النوم، تحب الكسل، فإذا قيل احبس نفسك في الدرس كان ذلك شاقا على النفس. لكن الشخص الجاد ممكن يصبر ويحبس نفسه لما يفيده، وكذلك يرحل ويسافر في طلب العلم ويتحمل المشاق. فلولا نفر من كل فرقة طائفة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. المسألة فيها إنذار وتحتاج إلى إعداد لأجل الإنذار، ولذلك حث الله طلبة العلم أن ينفروا لتعلمه ليحذروا قومهم. وتربية الآخرين تحتاج إلى دين، سواء تربية الأولاد، تربية الزوجة، وتربية الأهل تحتاج إلى دين. لو أنك تريد أن تلتزم بإقامة ولدك للصلاة كل يوم هذه عملية تحتاج إلى جد كبير، وإلا فالإنسان يمل ويترك، قد يترك. والجد العمل للإسلام والدعوة عموما لا شك أنها مما يؤدي إلى رفعة شأن الدين، وهذا أمر نحن مطالبون به ومن مسؤولياتنا. أيها الإخوة، إن الشخص الجاد جاد في كل شيء، حتى في تطلعاته وأمانيه، حتى قبل أن تكون أعمالا فهو جاد في أفكاره وطموحاته، وهذه الأشياء الحديثة في نفسه والأفكار التي تتولد والخواطر هذه جادة أيضا، بمعنى أنه يفكر دائما كيف يعمل على رفعة شأن الدين.
وهذا هذه الأماني قد تكون كاذبة وقد تكون أماني صحيحة. فإذا كانت الأماني مقرونة بالأعمال متبوعة بها، متبوعة بالعمل، فهذه أماني جادة. أما الإنسان فقط يتمنى دون أن يعمل، فالله عز وجل قال ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به. وبعض بني إسرائيل قالوا لنبيهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، ولماذا لا نقاتل؟ فلما كتب عليهم القتال تولوا. ومن الناس من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن، فلما آتاهم من فضله بخلوا به تولوا عن العمل. فهذه أماني كاذبة. لماذا؟ لأن افتقدت إلى الصدق، ما تبعت بعمل. لكن عندما ينوي الإنسان أن يعمل بأمانية هذه فعلا فإنه يؤجر لو ما عمل. من سأل الله الشهادة بصدق أنزله الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه، ما تمكن من العمل فيبلغه الله ذلك. واحد مر من شارع فرأى مسجدا بناه غني فقال لو أن لي مال فلان لعملت بعمله، قال لو أن لي مال فلان لعملت بعمله، فهما في الأجر سواء. هذه الأماني الصادقة تسبب ارتفاع درجة صاحبها. فلذلك يا أخوان لو قلنا هل فلان، هل نحن، هل أنا جاد، هل أنت جاد، هل نحن جادون، لابد أن يكون عندنا برامج عملية، لابد أن يكون عندنا خطط. قد نفكر بأمور جميلة لرفعة شأن الدين، دعوة إلى الله، عندنا طموحات وعندنا أفكار، لكن إذا لم توجد خطط لتنفيذ هذه الأفكار فهذا لا يدل على الجدية، إنما تبقى القضية مجرد أماني في النهوض لم تنفع صاحبها. ولذلك الشخص الجاد دائما يفكر في السبل التي تعين على تنفيذ هذه الطموحات وهذا الرجاء الذي في نفسه. قال ابن القيم رحمة الله عليه: ومما ينبغي أن يعلم أن من رجا شيئا استلزم رجاؤه ثلاثة أمور: أولا محبة ما يرجو، وثانيا خوفه من فواته، وثالثا سعيه في تحصيله. من رجا شيئا إذا كان صادقا ثلاثة: محبته، والخوف من فواته، والسعي في تحصيله. وأما رجاء لا يقارنه شيء فهو من باب الأماني الكاذبة. إن الجد الذي يجب أن تتصف به نفوسنا له علامات، له أمارات. فمثلا الشخص الجاد حريص على اغتنام الأوقات، يدرك قيمة عمره. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: إن الليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهما. ولذلك كان السلف رحمهم الله عندهم حرص على اغتنام الأوقات في كل ما يمكن عمله. ولذلك لما قيل، قالوا في وصف حماد بن سلمة: لو قيل لحماد بن سلمة إنك تموت غدا ما قدر أن يزيد في العمل شيئا. يعني واحد وصل درجة تشبع مغتنم كل الأوقات، لو قيل له إنك تموت غدا ما قدر أن يزيد في العمل شيئا، هذا وصل إلى القمة. وقالوا أيضا عن سليمان التيمي رحمه الله، قال بعض طلابه، هو نفسه حماد هذا الذي ذكرنا ما قيل فيه، هو كما ذكرنا يا إخوان سابقا عملية اكتساب الصفات تأتي من ملازمة القدوات. حماد بن سلمة هذا من أين أخذها؟ من شيوخه. من شيوخ حماد؟ سليمان التيمي. ماذا قيل في سليمان التيمي؟ هو حماد بن سلمة نفسه قال في سليمان التيمي: ما أتينا سليمان التيمي في ساعة يطاع الله عز وجل فيها إلا وجدناه مطيعا، إن كان في ساعة صلاة وجدناه مصليا، وإن لم يكن ساعة صلاة وجدناه إما متوضئا أو عائدا مريضا أو مشيعا جنازة أو قاعدة في المسجد. فكنا نرى أنه لا يحسن أن يعصي الله، ما لو أراد أن يعصي يفشل، لا ينجح في المعصية، لا يحسن أن يعصي الله من كثرة اشتغاله بالطاعات. من علامات الشخص الجاد الاهتمام بالمسؤوليات وتنظيم الأوقات، لأنه يعلم أن الواجبات التي عليه كثيرة
فإنه لا بد من إعطاء كل ذي حق حقه، وهذا لا بد من ترتيب الوقت وتنظيم الوقت فيه. ولذلك عمر رضي الله عنه لما قال إن لله عمل بالليل لا يقبله بالنهار وعمل بالنهار لا يقبله بالليل، المسألة معناها هناك أعمال معينة لا بد أن تؤدى في أوقات معينة. هذا ما نستفيده من كلامه رضي الله عنه، أعمال معينة لا بد أن تؤدى في أوقات معينة، وفي أوقات ولو أنك أجلت إلى وقت آخر لا يقبله الله. فهناك أحيانا فروض عين أو فروض كفاية لابد أن يقام بها الآن. لو مثلا واحد رأى منكر، لو توانى لو قال سأنكر بعد ساعة، يمكن راح صاحب المنكر ومشى واختفى وفاتت الفرصة، فلابد أن ينكر فورا وحالا. هناك أعمال لابد أن القيام بها فورا. فإذا عندما ينظم الإنسان وقته بناء على أي شيء، الأولوية، الأوجب مثلا، الأعلى درجة، الأكثر أجرا عند الله، ثم الشيء الذي يفوت ينفذ فورا يقدم على الشيء الذي لا يفوت، هذه من الاعتبارات في عملية تنظيم الأوقات، الشيء الذي لا يفوت يقدم على الشيء الذي لا يفوت. أذكر أنني سألت الشيخ محمد صالح العثيمين حفظه الله عن رجل قام قبل الفجر بدقائق، يعني هل يوتر أو يتسحر وهو يريد الصيام؟ هل يوتر؟ ما أوتر، قام قبل الفجر بوقت يسير، ما يستطيع أن يعمل الأمرين، لا يستطيع أن يعمل الأمرين. هل يوتر أو يتسحر للصيام؟ فقال الشيخ يتسحر، لأن السحور ما له قضاء والوتر له قضاء. ولذلك عملية تنظيم الأوقات يا أخوان تحتاج إلى فقه، تحتاج إلى علم. نقول مثلا مراعاة الأولويات، مراعاة الأولويات بناء على أي شيء تقدم، تقدم هذا وهذا بناء على ماذا؟ ولما يقول مثلا نقول الأعلى درجة يقدم، الأحب إلى الله يقدم، معرفة الأحب إلى الله يحتاج إلى علم. ولما نقول مثلا يراعى ما يفوت ويقدم على ما لا يفوت، يراعى ما ليس له عوض ويقدم على ما له عوض، يراعى ما لا يقضى ويقدم على ما يقضى، هذه مسائل تحتاج إلى علم. فالجد لا بد أن يكون لصاحبه، الجاد لا بد أن يكون عنده علم. ثم الشخص الجاد يضرب في كل غنيمة بسهم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سأل أصحابه مرة، والله عز وجل أراد أن يكشف للناس فضل الصديق، فسأل عليه الصلاة والسلام أصحابه مرة أسئلة: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر. من تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر. من أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر. من عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر. طبعا أجاب، لأنه السؤال موجه النبي عليه الصلاة والسلام. الآن ما هي مسألة رياء، يعني في سؤال، سؤال محدد، والنبي عليه الصلاة والسلام لابد أن يطاع ويجاب. سأل قال: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. فإذا من الجد أننا نضرب في كل عمل خيري بسهم، ونحاول جمع الفضائل، نحاول جمع الفضائل. ثم من صفات الشخص الجاد يا إخوان أنه دائم الارتقاء. بعض الشباب في مسيرتهم متذبذبين، تارة ينزل وتارة يطلع، وقد يأتي عليه وقت طويل وهو نازل، أو وهو هامد بارد. بينما الشخص الذي يعمل باستمرار وعنده جدية يرتقي باستمرار. وقال إبراهيم الحربي رحمه الله: لقد صحبت أحمد بن حنبل 20 سنة صيف وشتاء وحرا وبردا وليلا ونهارا، فما لقيته في يوم إلا وهو زائد عليه بالأمس، فما لقيته في يوم
إلا وهو زائد عليه منه. كل يوم إمام أحمد في ارتقاء زيادة، كل يوم أحس أكثر إيمانا أكثر علما. هذا الرجل موفق، إنسان جاد، فلذلك كل يوم يزيد، كل يوم يزيد. وكانوا يتأسفون على شيء مضى من العمر دون اغتنام، فقال قائلهم: ما ندمت على شيء، ندمي على يوم غربت فيه شمسه نقص فيه أجلي ولم يزد فيه عملي. فكل يوم يمضي أجلنا تنقص، ينقص يوم، لأن الأجل محدد، مكتوب لنا 40 سنة، 50، 70، 80، مكتوب كل يوم يمضي العمر ينقص. إذا كان يمضي ولا نزيد نحن، العمر ينقص ونحن لا نزيد خيرا وبرا، فنحن إذن في خسارة. ثم من صفات الجادين يا إخوان أن عملهم أكثر من كلامهم، أن عملهم أكثر من كلامهم. وقال بعض السلف وإبراهيم النخعي رحمه الله: 3 آيات منعتني أن أقص على الناس، أي أكثر في تحديثهم ووعظهم. أولا قول الله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم. ثانيا: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. وثالثا: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. وإذا أراد الله بعبد خيرا فتح له باب العمل وأغلق عنه باب الجدل، إذا أراد الله بعبد غير ذلك فتح عليه باب الجدل وأغلق عنه باب العمل. ولذلك ترى بعض الشخصيات في المجالس مثلا كثير الكلام، جدال، نقاش لا فائدة منه، يفتح مواضيع ويخلق مواضيع ويخترع مواضيع، ولا تحس أن هناك فائدة عملية من وراء هذه النقاشات إلا إهدار الأوقات وإثارة الشحناء. كل واحد يريد أن يثبت من هؤلاء المصابين بهذا الداء أنه على حق وأن غيره غير محق ونحو ذلك. فيأتي هناك جدال كثير، كلام كثير، لغط، دون أن تكون هناك نتيجة عملية. فالسعيد من قل كلامه وكثر عمله. وكثرة الكلام أصلا تؤدي إلى كثرة السقطات، كثرة الكلام تؤدي إلى كثرة الزلات. فأهل الجد يشغلون أنفسهم بالعمل، فإذا تكلموا أحكموا زمام ألسنتهم من أن يهدي الواحد بما لا يعرف. والإنسان مهما صار الجاد، مهما صار عليه من الضغوط والأزمات النفسية والمصائب، عنده دائما باب عمل. أنس بن النضر رضي الله عنه لما صار في جو الهزيمة في أحد ويرى أصحابه قد قتلوا، انكشف المسلمون وصارت الهزيمة العظيمة، ماذا فعل؟ عمل، عنده عمل، مبادرة، صاحب مبادرة وجد، قام يقول: اللهم إني أبرأ إليك ما فعل هؤلاء يعني المشركين، وأعتذر إليك ما فعل هؤلاء يعني أصحابه المسلمين. وقام يطعن، يقاتل، يضرب بسيفه ويجندل ويصرع ويجرح، يجرح حتى صار، حتى قتل، وفيه 70 طعنة ورمية وضربة بسيف أو رمح أو سهم. فإذا الشخص الجاد تجده حتى في وقت المصيبة يعمل. أذكر أن التقيت بواحد من الإخوة البوسنويين في وقت اشتداد أزمة البوسنة والمذابح المتعاظمة التي صارت. فمن تسلسل الكلام وهو يقص أنه صار كذا وصار كذا وصار كذا، فصار عنده شعور أنه يعني إذا يعني خلاص ما في فائدة، إيش الفائدة الآن؟ الصرب مسيطرين وهؤلاء في ذبح ذبح قتل وذبح مستمر. قلت: يعني إذا يعني الآن ما عندكم شيء تعملونه؟ قال: لا، كيف عندنا مجال كذا ومجال كذا ومجال كذا. فأعجبني فيه كيف أنه يتوقف أفكار وعمل وتخطيط وفتح فتح باب المجالات في عز الأزمة التي صارت. لكن يا أخوان هؤلاء قلة، الذين يعرفون
العمل في وقت المصائب والشدة قلة، لأن كثيرا من الناس إذا صاروا في مثل الوضع هذا استسلموا، لا فائدة، استسلموا، وهذا يزيد المذابح ويزيد البلاء ويزيد الطين بالله. لكن الإنسان ممكن يصنع بأمر الله تعالى وإذنه، يصنع من أشياء قليلة أعمالا عظيمة إذا كان صاحب جدية طموح، ويمكن أن ينفذ خطط تغير مسار أحداث تمشي في اتجاه كما يرى بعض البشر، وإذا بها تذهب في اتجاه آخر لأنه وضعت خطة نفذت. ومما ينبغي أن نعلمه أن الجد هذا ما يأتي من فراغ. بالنسبة للمسلم الجد يأتي من استعانة بالله، من توكل على الله، من معرفة مفهوم العمل في الإسلام وأهميته، من إقلاع عن الذنوب. الذنوب تثبط، تجعل الإنسان ليس عنده جدية، كثرة الذنوب تميت القلوب. وكذلك فإن فك إثار الشيطان للإنسان، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه وفك كرهاني وأخطئ شيطاني. الإنسان يقيد بالذنوب والشيطان يكبل، إذا تاب وأكثر من ذكر الله انطلق. وهذه قضية متعلقة بالجد، بالجدية من تعلق مباشر، فلا بد إذن أن نحرص عليها أيها الإخوة. فالذكر يسبب قوة للإنسان، وحديث فاطمة وعلي يدل على ذلك، ألا أخبركما بما هو أفضل من خادم لكما من خادم، تسبحان الله 33، تحمدان 33، تكبران 34 قبل النوم. فيرزق الإنسان بهذا قوة في بدنه كما يرزق قوة في قلبه. علي رضي الله عنه ما تركها حتى في ليلة صفين وهو في الهم، هم المعركة. وكما قلنا في صفات أخرى الإنسان يكتسب الصفة من مخالطة من اتصف بها. فإذا قال واحد أنا أريد أن أكتسب الجدية، نقول يا أخي خالط الجادين، أي نشاط إسلامي وأي بيئة إسلامية ترى فيها، يعني كما قال بعض الدعاة، قال يا أخوان يعني الدعوة الأوساط الدعوية ترى مثل البيت، في باب في شباك يأتيك منه النور والهواء، وفيه فتحة بلاعة ممكن تأتيك منها مصائب ومشاكل. فحتى بعض الأوساط، حتى بعض البيئات الإسلامية أو الدعوية فيها ناس هكذا وناس هكذا. في ناس يثيرون مشكلات، يضعون عراقيل، يعيقون الحركة، وفي ناس يحلون المشكلات ويقاومون المعضلات ويقودون غيرهم ويحرك نفسه ويحرك الآخرين، جاد صاحب مبادرات. فأقول حتى بالنسبة للشباب الأخيار أو الذين يريدون يسلكون سبيل الاستقامة، ليس كل من حولهم، ليس كل من حولك سواء، وقد يبتلى الصف الإسلامي بأناس عندهم مشكلات ومصائب، وهذا كثيرا ما دهور، تدهور العمل الإسلامي وتأخرت الدعوة بفعل أشخاص عندهم صفات من هذا النوع. ولذلك اندس في صفوف الدعوة في المدينة منافقون، والله عز وجل تولى كشفهم في سور، ومنهم 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 ومنهم، هذا لأهمية الوضع، أهمية القضية. ففي ناس فيه النفاق، في ناس فيهم صفات، بعض صفات النفاق، في ناس فيهم مشكلات كثيرة، وفيهم عقد نفسية، فيهم مما قذفه المجتمع من رحمه المليء بالمصائب والمعاصي يقذف حتى إلى مجتمع الصحوة بشخصيات فيها مشكلات متعددة كثيرة. قد ناس يحبون الجدل، وإن منكم لمن لا يبطئن، ومنكم سماعون لهم كما تقدم ذكره، موجودين في الصف، موجودين، قد يكون سوء نية، قد يكون بحسن نية. فإذا واحد قال أنا أريد أن أكتسب الجدية، كيف أكتسب الجدية؟ كيف نقول بملاصق بأن تكون مع الجادين، بأن تعاشر هؤلاء، بأن تقتدي بهم
عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي، والمرء على دين خليله، والإنسان يتأثر بمن حوله تأثرا كبيرا، الإنسان يتأثر بمن حوله تأثرا كبيرا. ولذلك يعني كما قال بعض أهل العلم وهو الأصفهاني في كتاب الذريعة، قال: حق الإنسان أن يتحرى بغاية جهده مصاحبة الأخيار، فهي قد تجعل الشرير خيرا، كما أن مصاحبة الأشرار تجعل الخير شريرا. وقالوا: إياك ومجالسة الشرير، فإن طبعك يسرق من طبعه وأنت لا تدري. وكذلك إذا رافقت الأخيار بدون ما تحس أحيانا تكتسب طبع، ولذلك الإنسان إذا لازم أهل العلم والقدوات هو يحس بعد فترة أنه ارتقى وأنه مستواه تحسن، ويستغرب كيف تحسن مستوى، أو ما هذا الشيء الإيجابي والتغير الإيجابي الذي طرأ عليه. هذا يا أخوان من المقارنة ومن الملازمة والمعاشرة والمخالطة. الإنسان يكتسب وهو لا يشعر، يكتسب وهو لا يشعر، يكتسب صفات وخصال تنمو فيها أشياء. ولذلك مرافقة الأخيار، مخالطة هؤلاء الجادين، تكسب الإنسان صفة الجدية، بل وتنميها وتزيدها في نفسه. والشخص إذا كان نظرته نظرة دنية ما يكون من أصحاب الجدية، وإذا كان نظرته نظرة علوية يكون من أصحاب الجدية. النفوس الصغيرة ترى السعادة في الدعاء والكسل والخلود إلى النوم والراحة والإكثار من المطاعم والمشارب واللهو بالمباحات، وأما المكارم لا تنال إلا بالصعاب. قال ابن القيم رحمه الله: فالمكارم منوطة بالمكاره. شوف، المكارم منوطة بالمكاره، والسعادة لا يعبر إليها إلا على جسر المشقة، ولا تقطع مسافتها إلا في سفينة الجد والاجتهاد. ومن طلب الراحة ترك الراحة. لو واحد قال: أريد أن أرتاح، كيف أرتاح؟ نقول: إنك الآن ما ترتاح. من أراد الراحة ترك الراحة، ومن تعود الكسل ومال إلى الراحة فقد الراحة. فحب الهوينة يكسب التعب، وإن أردت أن لا تتعب فتعب لئلا تتعب. قال: السعادة في السكون وفي الخمول وفي الخمول، في العيش بين الأهل لا عيش المهاجر والطريق، في لقمة تأتي إليك بغير ما جهد جهيد، في المشي خلف الركب، في دعة وفي خطو وإيد، في أن تقول كما يقال فلا اعتراض ولا ردود، في أن تسير مع القطيع وأن تقاد ولا تقود، في أن تعيش كما يراد ولا تعيش كما تريد، في أن تعيش كما يراد لا تعيش كما تريد. قلت: الحياة هي التحرك لا السكون ولا الغموض، وهي التفاعل والتطور لا التحجر والجمود، وهي الجهاد وهل يجاهد من تعلق بالقعود، وهي التلذذ بالمتاعب لا التذذذ بالرقود، هي أن تذود عن الحياض وأي حر لا يذود. هذه الحياة وشأنها من عهد آدم والجدود، فإذا ركنت إلى السكون فلذ بسكان اللحود. لموت، أفبعد ذاك تظن أن أخ الخمول هو السعيد؟ فإذا صاحب المعالي يتعب ولا يمكن أن يركن، والجاد دائما في عمل يكتشف قدراته ويطور ذاته ويتذكر الأجر الذي يحركه، لأن معرفة الأجر المحرك للعمل، فلا بد لكي تحصل الحماسة، والحماسة من الجدية، أن يكون هناك معرفة بالأجور التي ذكرها الله ورسوله للأعمال الصالحة. ولذلك كان بعض السلف يقول: مثلت نفسي في الجنة، آكل من ثمارها وأشرب من أنهارها وأعانق أبكارها، ثم مثلت نفسي في النار، آكل من زقومها وأشرب من صديدها
وأعالج سلاسلها وأغلالها. فقلت يا نفس أي نفس أي شيء تريدين؟ أي نفس أي شيء تريدين؟ قالت أريد أن أرد إلى الدنيا فأعمل صالحا. قلت فأنت الآن فيها فأعمل. فتذكر الجنة وما أعد الله لها يحمس على العمل. محاسبة الإنسان لنفسه أن الآن ضاع كم ضاع مني وقت، كم ضاع مني وقت، في أي شيء صرفت وقتي، هذا مما يجعله يجد أكثر في العمل. والنبي صلى الله عليه وسلم كان له أدعية، إذا اهتم الإنسان بهذه الأدعية يرزق أيضا جدا ونشاطا. ألم تر أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وكان يقول اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل. والاستعاذة من العجز والكسل في غاية الأهمية. العجز أن لا تستطيع أن تعمل، والكسل عندك قدرة لكن متكاسل عن العمل، فيستعيذ الإنسان منهما، لأن كلا الأمرين العجز والكسل مانع من الإنتاج. العجز والكسل كلاهما يمنع من الإنتاج. ولذلك لما قال أعوذ بك من العجز والكسل، فإن الدعاء هذا نافع جدا يا أخوان، نافع جدا في مسألة الإنتاج والجد والحماس، وأن يكون الإنسان ثمرة ثمار ينتجه. ولذلك نسأل الله الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، العزيمة على الرشد، الإمضاء والقوة. وكذلك فإن تذكر الإنسان للموت وسرعة انقضاء الدنيا وأن العمر يمضي يجعله يواصل العمل أكثر إلى آخر لحظة. من علم قرب الرحيل من عن مكة استكثر الطواف. من زمان كان يأتي الحجاج من مسافات بعيدة جدا، حتى ربما التقى حجاج الذين يذهبون من الحج العام الماضي مع حجاج الذين يأتون للحج العام الذي بعده في الطريق في البحر، الذين يأتون من أندلسيا مثلا. طبعا كان يريدون أن يأتوا قبل الحج بوقت ويجلسوا في مكة يتأخروا أكثر شيء ممكن، فهم في الذهاب يتقابلون مع حجاج السنة اللي بعدها. فالآن يقول ابن الجوزي رحمه الله من علم قرب الرحيل عن مكة استكثر من الطواف، من قال هذه فرصتي، فإذا جاء للحج يمكن ما يستطيع يعود مرة ثانية، خصوصا الذين يأتون من خارج. ولذلك يطوف سبع وراء سبع وراء سبع وراء سبع، وبعد كل طواف ركعة. فإذا إذا علمت انقضاء العمر وقرب الرحيل ازددت في العمل. وينبغي أن يكون الإنسان حذرا من الأمور التي تقضي على الجدية وتنافيها، مثل التسويف. كلما جاء طارق الخير صرفه بواب لعل وعسى، كلما جاءك خاطر الخير طلع لك الشيطان بواب لعل وعسى، بعدين سوف لعل فرصة قادمة مجال، وهكذا لا يزال يثبطك حتى تترك العمل. والإنسان إذا أراد أن يقاوم التسويف يعلم أن الفرصة التي تأتي الآن ربما لا تأتي بعد ذلك. من الذي يضمن أن يعيش إلى الغد؟ لما دعا واحد من الأمراء رجلا قال له كل معي، قال أنا صائم، قال أفطر اليوم ثم غدا، قال تضمن لي يعيش إلى الغد؟ تضمن لي يعيش إلى الغد؟ هذه فرصتي. وكذلك فإن الجاد عنده حزن، الشخص الجاد عنده حزن، والحزن معناه أن يبادر الإنسان في تنفيذ الأعمال ولا يأخر ولا يراكم الأشياء. ولا أؤخر شغل اليوم عن كسل إلى الغد، إن يوم العاجزين غد، إن يوم العاجزين غد. فهؤلاء كل يقولون بكرا نسويها وبعد نسويها وهكذا. ومن الذي خلف الثلاثة وكعب بن مالك رضي الله عنه عن الغزوة إلا قضية غدا أتجهز وغدا أمضي وغدا أفعل ثم ما فعل. ولكل يوم عمله ولكل وقت واجباته، فليس هناك وقت فارغ من العمل. فإذا أحس الإنسان، يعني بعض الشباب يقولون عندنا فراغ كثير، في ناس آخرين ولو أنهم ندرة في الأمة
يقولون نريد أوقات زيادة نعمل ما نجد. فكأن الواحد منهم يقول للبطال هذا ليس وقتك، ليسني أخذ وقتك هذا الذي أنت لا تدري في أي شيء تغتنمه. ثم إن التسويف يا أخوان، تأخير الأشياء، يعود الإنسان على الترك وعلى عدم العمل، ويجعل العمل قليلا. ومما ينافي الجد أن يكثر الشخص من الهزل واللهو، فترى الضحك كثير والأشياء التي فيها إضاعة الأوقات كثيرة. والله عز وجل قال وصف المؤمنين قال والذين هم عن اللغو معرضون، لأن اللغو يعطل عن الإنتاج وعمل الصالحات. حتى المجالس، ما في مجلس يجلس فيه قوم يقومون على غير ذكر إلا تفرقوا على مثل جيفة الحمار، معناها لابد تغتنم المجالس. المجالس تغتنم، كل مجلس لابد يكون فيه ذكر، ما يمضي شيء من غير ذكر. وكذلك إضاعة الأوقات، تبديد العمر بما لا ينفع، مثل الآن هذه الأشياء اللي فتحت علينا بالألعاب هذه والأسفار. ويعني في شيء موضوع مهم طرقه، موضوع يا أخوان وسائل الترفيه. أصلا الآن في صناعة في العالم اسمها صناعة الترفيه، صناعة الترفيه. شركة نينتندو وسوني اليابانيتين تنتجان اليوم معظم الألعاب في العالم، الألعاب الإلكترونية. الألعاب الإلكترونية هذه تساعد على، تؤدي إلى إهدار الأوقات بلا حول. وكذلك هناك شركات، مصانع تنتج آلات للهو، وأيضا شركات تعمل خطط لاستيعاب الناس في مجالات الترفيه. فصار العالم اليوم يموج بالبطالة من هذه الخطط التي وضعت في إشغال الناس في هذه الملاذ. ولذلك تجد السلف، تجد الكتب، يعني كتب العلماء، ذم الملاهي، ذم الملاهي، ذم الملاهي، ذم الملاهي. ليش كلامه في ذم الملاهي؟ لأن الملاهي هذه ماذا إلى أي شيء تؤدي؟ البطالة، الانشغال بالدنيا، ترك العمل للآخرة. فانتبهوا من شيء اسمه الترفيه، هذا إطلاق عملي، فتح باب الترفيه والملاهي والألعاب على مصراع، لأن فتح القضية خطير جدا جدا على أعمار الناس وأوقاتهم وحياتهم، وضيع أعمار كثير من شباب، من الشباب وحتى من بعض الطيبين والأخيار أو الذين يريدون سلوك سبيل الخير، ضيع عليهم فترات ثمينة من أعمارهم من الانشغال بقضايا الترفيه والأسفار والسياحات والألعاب. حتى الآن تجد يعني بعض المطاعم، مطعم بوفيه، تجدهم يدخلون يأخذ لك صحن، أول شيء الشوربة، يسكب الشوربة على مهله، يشرب الشوربة على مهله، خلص من الشوربة راح إلى ركن السلطات، وسكب السلطات على مهل، وأكل السلطات على مهل، وقام إلى قسم الوجبة الرئيسية وعبى صحن من الوجبات الرئيسية وجلس يأكل على مهل. ثم انتقل إلى قسم الحلويات وعبى من الحلويات على مهل وأكل على مهل. يعني يقول لك ليش؟ يقول لك بحلل 90 ريال. يا أخي وتحلل 90 ريال والأوقات اللي أهجرت هذه في البوفيه جالس في ساعة، هذا من الجد يعني من الجدية أن الواحد يقضي في وجبة ساعة مثلا؟ لكن صار دخلت أشياء في حياة الناس من أنواع الملاهي والألعاب والملذات والمأكولات والأشياء، وهذه الحياة المترفة ضيعت أوقات وأعمار كان يجب أن تصرف، ينبغي أن تصرف في طاعات. والإنسان يعني بعض الناس مثلا يقول يعني مهم ندخل الجنة بس خلونا على الباب. ليه يا الرسول صلى الله عليه وسلم ندب إلى أن يطلب الإنسان فردوس الأعلى؟ وحتى لو واحد يعني دخل الجنة يريد درجات، اللهم إني أسألك الدرجات العلى والنعيم المقيم، درجات العلى فوق. ثم الجنة ترى لا تنال بالراحة،
لأنه كما ذكرنا سابقا قوله عليه الصلاة والسلام حفت الجنة بالمكاره، يعني أنه إذا أردت أن تدخل الجنة لابد تمر على المكاره، لابد تخترق المكاره تدخل الجنة لأنها محفوظة بالمكاره، فلا بد من الصعاب. أيضا مما يجعل الجدية هذه تزول وتتضرر تضررا بالغا كما قلنا يا أخوان، قضية كثرة الضحك والإغراق في المزاح، وهذه أيضا صارت صنعة في العالم، فهناك كتب للنكت. طبعا النكت ليس معنى الفوائد التي يقولها العلماء، واحد عادي دخل مكتبة إسلامية أخذ كتاب النكت على ابن الصلاح، فتح اقرأ كان ما في شيء ضحك، ما في شيء ضحك، كلام صعب. نكت على ابن الصلاح، النكت اللي ألفه ابن حجر رحمه الله، يعني الفوائد على كتاب ابن الصلاح في مصطلح الحديث والزيادات والشرح والتعقبات، هذه النكت. لكن عند الآن الناس النكت هذا شيء ثاني، فله كتب وله فقرات مخصصة اسمها الطرائق والنكت وطويلة، ويتبارى فيها، يعني فلان هذا ينكت أكثر ولا فلان ينكت أحسن ولا فلان. ودخلنا في عالم اسمه عالم التهريج، فقام صناعة التهريج والمهرجون وإضحاك الناس، وويل لمضحك القوم. وهذا طبعا ما يؤدي إلى قضية كذب وإلى قضية تغيير خلق الله لأجل أن يضحك الناس، وإلى عمل أمور عجيبة فيما يسمونه بأمور السيرك وغيره لأجل المهرج، ويضع أشياء ألوان وأصباغ وبلاستيك وأقف، هذه إيش هذا؟ ويعتقد محظور بتغيير خلق الله. بحثنا مرة في المواقع العربية في الإنترنت، نشوف يعني إيش عدد المواقع العربية بالنسبة للمواقع غيرها. تقريبا عدد الصفحات، مو المواقع، الصفحات العربية في الإنترنت 127,000 صفحة، الصفحات العبرية 170,000 صفحة. يعني اليهود عدد صفحاتهم أكثر من عدد صفحات العرب كلهم. أما عدد الصفحات التي في العالم باللغات الأخرى فطبعا هذه بملايين الملايين. طيب جينا على المواقع العربية، إيش هي المواقع العربية؟ وإذا بالقوم قد عملوا مواقع عربية للنكت والطرائف، ومواقع ثانية للأغاني، ومواقع ثالثة للكلام الفاضي، كلام الفاضي. فصارت يعني عملية إدخال مضيعات الأوقات في حياة الناس، هذا منهج وراءه أعداء الإسلام وغيرهم ممن يعلمون أنه لا يمكن أن يذل الأمة إلا بهذه الملهيات والمترفات. ولذلك رأيت صناعة الترفيه تروج، وقضايا المزاح والنكت والطرائف والضحكات عملية مبرمجة. يعني لو كان قضية عفوية الواحد مزحة ضحكة هذا عادي، النبي صلى الله عليه وسلم مزح وضحك وكان لا يقول إلا حقا، والصحابة تبادحوا بقشر البطيخ، ولما صارت الجد صار الجد كانوا هم الرجال، عرفنا هذا. وعمر رضي الله عنه قال لابن عباس لما غطس، مروا على مكان ماء غطسوا فيه، قال تعالى أباقيك، يعني كل واحد يحدث نفسه تحت الماء نشوف مين أكثر. فهذا يعني حصول هذا النوع أثناء السفر، والسفر فيه تعب وفيه كلال وملل، فلو صار مثل حال القصة القضية هذه تعال حتى أباقيك، يعني شيء عادي بل محمود مقبول ظريف. لكن لما تصير قضية مبرمجة فقرات أشياء، عندما يدخل الناس في عالم اللهو وعالم الضحك وعالم التهريج وتضيع أوقات، وهذه الألعاب الإلكترونية ما في كما قلنا المجال إلا سوني بلاير ستيشن، هذه كيف وقل ما يخلو بيت منها، كم اللعبة فيها تأخذ هذه حتى ينهي المراحل، هذه المراحل هذه الألعاب الإلكترونية المراحل فيها كم تأخذ اللعبة الواحدة حتى تصل المرحلة النهائية فيها، هذه الألعاب التي تروج بين الأولاد هذه تأخذ أقل شيء يمكن شهر في بعض الألعاب، أقل شيء شهر. وهم أصلا صانعوا الألعاب
برمجوها على أساس أنه حتى تطلع اللعبة القادمة الجديدة يكون هذا أنهى اللعبة الأولى. ولذلك عملية إنهاء اللعبة تأخذ وقت طويل ريثما ينتجون اللعبة التي بعدها، عملية مسلسل تجاري. فعندما يكون هذا حال الشباب والأولاد الانتهاء بهذه القضايا، إذن أي جدية ترجوها أنت فيهم وأي عملية إنتاج تريدها منهم إذا كان هذا ديدنهم وهذا عملهم شغلهم الشاغل؟ أكل وجبات ونوم وألعاب ترفيه، إيش بقي؟ وأين العمل الآخرة؟ هذه هي المصيبة الكبيرة. هذا الآن يا أخوان واقع الناس في القرن العشرين، صناعة اللهو والترفيه المخطط الكبير الذي تدخل فيه الأمة. مسألة مصاحبة البطالين من الكوارث التي طبعا تضر بالجدية ضررا بالغا، وكما قلنا في مسألة ملازمة الأخيار والصالحين وتنتج أن تنتج صفات أو الإنسان يكتسب صفات طيبة، كذلك البطالين مجالسة الشرير، إياك مجالسة الشرير فإن طبعك يسرق من طبعه وأنت لا تدري. قال الأصفهاني: والريحانة الغضة تذبل بمقارنة الذابلة. حط تفاحة فاسدة في كرتون تفاح وتعال بعد مدة تفاحة فاسدة في كرتون تفاح يقضي عليه. ولهذا يلقط أصحاب الفلاحة الرمم عن الزروع لئلا تفسدها، ومعلوم أن الماء والهواء يفسدان بمجاورة الجيفة إذا قربت منهما، وذلك مما لا ينكره ذو تجربة. إذا كانت هذه الأشياء بلغت في قبول التأثير هذا المبلغ، فما الظن بالنفوس البشرية التي موضوعها لقبول صور الأشياء خيرها وسرها، يعني أكثر وأعمق، لا تصحب الكسلان في حاجاته. كم صالح لفساد آخر يفسد عدوى البليد إلى الصحيح سريعة، والجمر يوضع في الرماد فيخمد. الجمر يوضع في الرماد فيخمد، حط واحد نشيط وسط كسلانين بعد فترة يبرد هو يخمد. ولذلك فلا بد من الحذر من مصاحبة البطالين وأهل اللهو، لأنه سيفسد عليك الجدية هذه تماما. والإغراق في المباحات كما قلنا يعني مناف لقوله تعالى: كلوا واشربوا ولا تسرفوا. وعمر قال لرجل: كلما اشتهيت اشتريت، يعني عندك المسألة تبع على تبع الهوى والشهوة، كلما اشتهيت اشتريت. وكان بعض السلف يدعو الله أن يرزقه النوم اليسير حتى يستطيع يقوم الليل يعمل الأعمال الصالحة. وكانوا أيضا لا يستغرقون في المباحات لأجل أنها تضيع عليهم القيام بالواجبات والمستحبات وتشغلهم. أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، كل استمتاع بالمباحات، إذا ماذا بقي للدين والعمل للإسلام؟ وهذا يركن إلى زوجته وأولاده، وهذا يتابعهم على هواهم. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. ناس في مكة أسلموا، ما الذي قعد بهم عن الهجرة؟ ليش ما هاجروا؟ أهلهم، أبى أزواجهم وأولادهم أن يدعوهم يهاجروا. فجاءوا بعد مدة والناس تعلموا العلم وازدادوا إيمانا بالمدينة، ولما رأوا ما فاتهم من الخير العظيم هموا بهم ليعاقبهم، فأنزل الله: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. وأن تعفوا وتصفحوا فإذا ندبهم إلى الصلاة. الآن الضرب على شيء مضى، معاقبة على شيء مضى، ما في فائدة. بالعكس، أنت ينبغي أن تزيد فيهم الجدية وتحملهم على الطاعة. ولو أنهم قعدوا بك عن خير، هات بعد ذلك لو قصرت وأخطأت وتابعتهم، احمل نفسك واحملهم على الخير، وليس فقط قضية المعاقبة. وكذلك يا أخوان، فإن التأمل في سير العلماء، كيف كانوا يغتنمون الأوقات، كيف كان واحد يختار سف الدقيق أو الكعك، سف الكعك بالماء، يبل بالماء، وإذا أنه أسرع في الأكل ما يحتاج إلى مضغ، والمضغ يأخذ وقت، فيأخذ أشياء مأكولات ما فيها مضغ حتى يوفر وقتا. وهؤلاء العلماء الذين كانوا يتابعون الدروس درسا بعد درس،
وهذا الطبري رحمه الله صاحب المحبرة العجيبة والصحيحة الذي كان لا زال يؤلف في منفعة الإسلام والمسلمين، وهذا ابن عقيل الذي ألف 800 مجلد قال الذهبي رحمه الله أكبر كتاب في الدنيا، وهذا غيره وغيره من أهل العلم الذين كانوا، أبو الوفاء بن عقيل الذي ألف ذلك الكتاب وغيره وغيره من أهل العلم الذين كانوا يحرصون على انتخاب الفوائد وجمعها في الكتب، كل ذلك لأجل منفعة المسلمين، وبصبرهم وإخلاصهم جعل الله تعالى مصنفاتهم كثير في الناس. وأخيرا أيها الإخوة، فإن بعض الناس يظن أن الجدية هي في العبوس التشديد والتنطع، وليس ذلك من الجدية في شيء، بل إنه أمر مذموم. الجدية لا تنافي المزاح بقدر أن يقول حقا، لا تنافي تغيير الإحماض والتغيير في بعض الأشياء. كانوا مثلا في مجالس ابن عباس الحديث والتفسير إذا صار في شيء من الملل تناشدوا بعض الأشعار، تناشدوا بعض الأشعار لتغيير الجو. الآن شوف كيف ما حصل لبعض الشباب في قضية الأناشيد، تجد عنده في السيارة 10 أشرطة أناشيد من أنواع وأشكال مختلفة، شريط قرآن. فصار عندنا قضية الآن يعني الترفيه الكبير والفائدة القليلة. ترفي عن إيش؟ إيش سويت حتى ترفي عن نفسه؟ يعني الواحد لو أنه قطع مشوار طويل مثلا، جلس مجلس علم طويل، يعني يحتاج أنه والله نقول إلى شيء من تغيير الجو وحتى يرفع نفسه. لكن هذا جلس مجلس طويل في اللهو، ثم يعني الفائدة يعمل فائدة قليلة ويشعر لا زال كأنه يشعر أنه يعني مغبون، ما حصل كل ما يريد الله. فلذلك لا يصلح إطلاقا أن يشتغل الشباب بقضية الإغراق في الأناشيد هذه، خصوصا أن ألحان عدد كبير منها هي ألحان أغاني، يمكن بعض اللي أنشدوها كانوا مغنين أو يسمعون أغاني في السابق وحصل لهم شيء من الهداية فصاروا يقدموا للصحوة كما يقولون أناشيد. فمن وين يجيب اللحن؟ من الخزنة، المخزون السابق، يطلع من المخزون السابق. المخزون السابق ما هو؟ أغاني. فانعكست هذه على هذه، صارت القضية يعني أغاني من غير موسيقى، ودخلت المؤثرات الصوتية وأجهزة الكمبيوتر وعوضت، الحمد لله على كل حال، عوضت الموسيقى بالمؤثرات الصوتية، وصار شريط النشيد هذا ألحان مطربة مع مؤثرات صوتية بدل الموسيقى وخلصنا. أراني أعطيت شريط، سألني واحد قال هذا الشريط فيه شيء يجوز ما يجوز سماعه؟ كان جنبي واحد من الناس اللي ليسوا من أهل التدين، قلت يا فلان تعال أنت عندك خبرة في الأغاني، شوف اسمع لنا الشريط هذا، شوف هل أنت يعني تظن فيه هذا فيه خلفية من أدوات موسيقية ولا شيء؟ جالت يسمع قال قال إذا تبغى أنا مستعد أترك كل الأغاني اللي عندي وأخذ إذا كان تعطوني مثل الشريط هذا. يعني معناها إيه؟ معناها قضية الألحان هذه صارت خلاص، هذا اتجاه هذا الطاغي الآن في أشرطة الأناشيد المؤثرات الصوتية والساعات الطويلة التي تنفق عليها، وتظنهم يعني يعتبرون بالمعاني أو الأبيات اللي فيها فوائد في النشيد، لا كلها نغم طرب نشوة لحن يتمايل مع اللحن. ولذلك فإنني أهيب للشباب أن يقبلوا على العلم والأمور الجادة ويتركوا هذه الترهات. هذه أشياء قد مثلا كما قلنا تصلح لبعض المبتدئين، بعضها بعد ما قلنا تصلح بعض المبتدئين اللي كان يسمع الأغاني ممكن تعوره عن شيء من الأشعار الإسلامية الجيدة، وكذلك الشخص إذا مثلا طال سيره أو مل من فتناشد شيئا من الأشعار، يعني لا بأس تغيير الجو حتى لا تمل النفس وتعود تتجدد النشاط مرة أخرى للعلم مثلا. أما إذا هذا هو الأساس والأكثر في السماع هو الأكثر، هذا مصيبة.
فأريد بالإخوان الشباب أن يقبلوا على الجد في العلم والدعوة، وأن يتركوا هذه الأمور التي تضيع الأوقات بلا فائدة، بل ربما كان فيها محاذير شرعية. ولو عملنا أشياء من المشاهد كما يقولون وغيرها لأجل بعض المبتدئين لجذبهم بالضوابط الشرعية لا بأس، ولا نقول هذا لا يجوز ولا تشدد القضية لا. ولو أن أنشد نشيد على شكل الحداء كان معروف أيام العرب وحتى أيام النبي صلى الله عليه وسلم، الحداء مثلا، أو كان في شيء في السفر مثلا مع التعب تغيير الجو، مع شيء مثلا حماسي، نشيد حماسي فيه كلمات طيبة. لكن أن تجعل هذه الغلبة الغالب في حياة بعض الشباب فكلا وألف كلا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعلنا من الجادين في حمل دينه والداعين إلى سبيله على صراط مستقيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله